برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. محافظة الإسكندرية بتستعد من دلوقتي لاستقبال موسم الشتاء اللي جاي، بتشتغل على خطة تكلفة قيمتها 200 مليار و300 مليون جنيه عشان ما يبقاش فيه أي تراكمات للمية أو حدوث أي غرق بالشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة. خاصة كمان الإسكندرية هي من أكثر المحافظات اللي بتشهد هطول الأمطار. إحنا معانا على الهاتف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نعرف منه كافة التفاصيل الخاصة بالخطة دي. صباح الخير على حضرتك، برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ بشنت والاستاذ مصطفى والساده المشاهدين، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. في البدايه يعني حابين حضرتك توضح لنا اللي بتشمل عليه الخطه من استعدادات لموسم الشتاء بشكل عام، وكمان بنقول ان الشتاء اللي فات كان موسم ناجح جدا، ما كانش فيه اي مشاكل تماما بالنسبه لمحافظه اسكندريه، فخططنا للموسم الجاي ايه؟ وحضرتك احنا كل سنه في شركه الصرف الصحي في الاسكندريه بالتعاون مع جميع الاجهزه في المحافظه بنستعد دايما للشتاء الجديد من نهايه الشتاء السابق، يعني احنا من شهر 4 اللي فات بنستعد للشتاء القادم. الاستعداد ده يشمل بعض الاجراءات زي تطهير المطابق او الشبكات بتاعتنا بتاعت الصرف الصحي، تطهير الشنايش بتاعت الامطار، تطهير بيارات محطات الرف، رفع كفاءه المحطات والشبكات والمعدات والسيارات اللي هي تعمل معانا اثناء النوات. بقى على قدم وساق مع ان الدوله موفره لنا يعني ميزانيه كبيره كده بتضييق من القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء حوالي 2 مليار جنيه لصالح رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي في الاسكندريه، شغالين فيها عناصر الهيئه الهندسيه اداره الميه، شغالين على قدم وساق عشان عدد من المشروعات حوالي 6 مشروعات في شارع الاسكندريه، مشروعات احلال وتجديد الشبكات ورفع كفاءه حوالي 92 محطه من اجمالي 200 محطه اللي عندنا في الاسكندريه. احنا عارفين ان اسكندريه فندم يعني من اكتر المحافظات اللي ربما مؤهله لده، يعني الاسفلت على الكورنيش، التقسيم بتاعها في حتت بالفعل فيها اتاسست كويس بحيث ان الميه بتنزل بشكل متوازن. ايه هي الحتت اللي بتشتغل عليها؟ وازاي قدرنا ايضا نطور الاماكن القديمه؟ وحضرتك احنا عايزين ناكد تاني ان طبعا الشبكه في اسكندريه كانت لعند فتره معينه كده لعند غالبا 2004 كان في شبكه منفصل الامطار عن شبكه الصرف الصحي. تمام. اثناء توسعه الكورنيش تم دخول الشبكتين، شبكه الامطار مع شبكه الصرف الصحي على شبكه واحده، وده كان يعني ايه مش محسوس قوي في الفتره السابقه لان ما كانش فيه التغيرات المناخيه الحاده اللي بتظهر دلوقتي، كثافه الامطار الشديده اللي بتنزل دلوقتي. صحيح. فبدا يظهر الكلام ده اعتبارا من 2015. تاكيد ظهور النواه وتاثيرها على محافظه الاسكندريه ان اثناء النوات بتتاثر الشبكه ما بتتحملش كميه ميه الامطار مع ميه الصرف الصحي. ويمكن توجيه السنه دي لدوله رئيس الوزراء بضروره فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي. المنظومه دي شغاله تحت قياده معالي الوزير المحافظ الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه جامعه اسكندريه بالتعاون مع وزاره الاسكان الشركه القابضه والجهات التنفيذيه في المحافظه عشان نعمل ان شاء الله فصل مياه الامطار تاني في الاسكندريه عام مياه الصرف الصحي. طب حضرتك كنت كلمتنا في مداخله قبل كده عن مشروع بيتم تجهيزها من جانب كليه الهندسه جامعه الاسكندريه، عايزين نعرف تمته، يعني ايه اللي تم عليه من الاستقرار في المشروع ده؟ ما نتكلم على يعني برضو محافظه كبيره زي الاسكندريه كده في يعني موضوع فصل مياه الامطار على مستوى اسكندريه بالكامل، ده مشروع كبير بيتعمل له مخطط عام عشان اقدر افصل الامطار. هم دلوقتي طلع للنور حوالي 3 مشروعات جاهزين ان هم يتنفذوا يعني ان شاء الله خلال الفتره اللي احنا فيها حاليا، وفي 6 مشروعات اخرين بيدرسوهم كليه الهندسه كاستشاري للمشروع يعني، واحنا في اجتماعات مستمره معاهم ومع الهيئه الهندسيه عشان نقدر ان شاء الله نطلع حاجه للنور قبل الشتاء باذن الله. طب احنا هل يعني بنعيد استغلال الميه دي مره ثانيه؟ يعني هل عندنا امكانيه لده يا فندم؟ استاذ الفاضل احنا يعني بفضل ربنا كده يعني دعم القياده السياسيه للاسكندريه كل مياه الصرف الصحي المعالج ومياه الصرف الزراعي وباذن الله كل مياه الامطار تتوجه للمشروع العملاق الجديد اللي بيتنفذ دلوقتي على قدم وساق في الاسكندريه. فعلا مشروع الدلتا الجديد اللي هو 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، يعني أي كل مياه أي الصرف الصحي أي المعالج أي والصرف الزراعي في الاسكندريه وزميع الامطار اللي هي الحاليه الفصل مياه الامطار، كل ده يتوجه باذن الله على المشروع العملاق اللي شغال على قدم وساق، مشروع بتاع الضبعه الدلتا الجديده
اللي هو معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، معالجة ثلاثية، وعايز استخدامها لري المساحات اللي هي في اتجاه دلتا جديد. وعملنا فعلا الخطوط بتاعة المية، اصلا انت بتتكلم في مسافة كبيرة يا فندم يعني. ما انا بقول لحضرتك الهيلاندسية شغالة على ده يعني ما شاء الله. نفذوا محطات رفع ونفذوا شبكات ونفذوا قنوات مفتوحة. بقول لحضرتك يعني كان قريب في برنامج كده عظيم زي برنامج حضرات كده، وجايب شكل المشروع يعني ان شاء الله لو في وقت تاني ان حد من الزملاء في الهيئه الهندسيه يعرض على حضراتكم يعني انجاز عظيم، وان شاء الله يعني متهيألي خلال اقل من سنه يكون المشروع ده دخل للنور ان شاء الله. جميل ان شاء الله. طب حضرتك بتتكلم عن 7.5 مليون متر مكعب، عايزين نعرف عن جاهزيه المعدات بقى، يعني هل هي جاهزه لشفط المياه في الشوارع، وكمان هل هيتم اضافه معدات جديده؟ هو حضرتك يعني اللي بيحصل دايما بقول لك احنا طول الصيف ما عندناش مشكله، يعني حتى مع الساده المصيفين اللي بيشرفوا في اسكندريه الشبكه بتاعتها بتتحملهم. يعني لما بنيجي بقى في النواه اللي هي النواه الشديده، لو حضرتك تلاحظي كل سنه يمكن النواه الشديده دي بتيجي غالبا في شهر 10 في شهر 11 سنويا، ممكن في شهر 3 او في شهر 4، يعني يا بتيجي في الخريف يا بتيجي في الربيع، الفترتين اللي هم بين الشتاء وبين الصيف. فحضرتك اللي بيحصل دايما في الاماكن دي ايه؟ نتيجه الامطار نازله والصرف الصحي الشبكه فيها كميه مطر، بيبقى كميه صرف صحي قصدي، فبتلاقي حضرتك الشبكه مش مستوعبه. فاحنا النهارده لما اقول هفصل مياه الامطار بدخلها على الشبكه باذن الله ما يحصلش مشكله في اسكندريه باذن الله. ان شاء الله يا فندم. كل الشكر ليك اللي هو محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، بنتمنى لكم التوفيق.